السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد من مطبخ في الفردوس. اليوم غنشارك معكم خبيزات بالسميده، كيجيو رائعين جدا، كيجيو بحال ديال المحلات وناجحين من اول مره. ما تنساوش تبعوا الفيديو حتى الاخر، وما تنساونيش من لايك والاشتراك في القناه الى عجبكم الفيديو. قبل ما نبداو الفيديو غادي نصليو على الرسول، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. غادي ندوزو للمقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للمقادير، هنا غادي نحتاجو هنايا جوج زلايف ديال السميده الرقيقه، تكون خاص ديال الحلويات، مع جوج زلايف ديال الفينو. الفينو يكون سبيسيال، يعني من النوع الممتاز. كما كتشوفوا الاختلاف بيناتهم، السميده كتكون صفراء وكتكون شويه غليظه، والفينو راه كيكون شويه رقيق. غادي نحتاج جوج معالق كبار ديال السكر سنيدي، يمكن لكم تعوضوهم بالعسل. عندي معلقه ونص ديال الخميره الفوريه على حسب الجو، معلقه كبيره ديال الزبده تكون لينه، وعندي هنايا الملحه على حسب الذوق. اول حاجه كنخلط هنايا ما بين الفينو والسميده. هنايا عطيتكم العبار، هنايا بزلافه، يمكن لكم ديروا نص كيلو نص كيلو الا كان عندكم الميزان، اولا ديروا بالكيسان على حسب الكميه اللي بغيتوا تعجنوا نتوما. يعني كديروا نفس الكميه ديال السميده نفس الكميه ديال الفينو. كما شفتوا معايا هنايا خلطت الخميره مع الدقيق، وفي الوسط راني درت حفره ودرت فيها السنيده والملحه والماء. غادي نعبروا لكم بالكاس، انا درت كاس الاول، غنزيد كاس ثاني وكاس ثالث هنايا باش نعبر لكم الماء باش تعرفوا شحال خدا ليا ديال الماء. اما الماء راه غيبقى على حسب النوعيه ديال السميده اللي استعملتو وحتى الفينو، لان كما كتعرفوا راه كاينين نوعيات اللي كيشربوا كياخذوا كميه كبيره ديال الماء. كما شفتوا هنايا راني درت دوك ثلاثة ديال الكيسان، هنا زدت كاس الرابع ديال الماء وانا كنجمع. اللي بغات تعجن في الماكينه راه كتعجن فيها، انا بغيت نعجن بيدي باش ما نلقاوش المشكله عاوتاني الا عجنتي بالماكينه داكشي على جه هكاك. انا هنايا غنعجن فقط بيدي، واللي بغات العجانه راه غتعجن فيها. كما شفتوا كملت داك كاس الرابع، هنا زدت كاس الخامس، يعني خمسة الكيسان ديال الماء اللي خدات ليا العجينه. صافي هنايا غادي نكمل داك كاس ديال الماء. شويه العجينه كتكون مرخوفه في الاول، لان السميده كتشرب كما كتعرفوا هي باش ما كديروا ليها الماء باش ما كتشربهم. هنايا كندير كما شفتوا معايا العجينه مرخوفه، غادي نبدا ندلك فيها حتى كتجمع. هنايا العجينه خدات ليا خمسة ديال الكيسان ديال الماء، العجينه كما شفتوا مرخوفه ولكن راه ما كتلصق في الدين ما والو. صافي هنايا غادي نحيدها فوق البوطاجي، غادي ندلكها بهذه الطريقه اللي كتشوفوا معايا. وكما عرفتوا الطريقه باش كندلك، فاش كنكون كنعجن بيدي كنهز العجينه وكنخبط بها بهذه الطريقه، هذه كنهزها حتى الفوق وكنضرب بها، وبهذه الطريقه كتدلك دغيا دغيا، ومره مره كندلك بكف يديا. بهذه الطريقه اللي كتشوفوا معايا غادي نستمر حتى تدلك عندي العجينه ونحس بها تدلكات مزيان، ما تبقاش محببه، لان العجينه ديال السميده كتكون شويه محببه، وملي كتدلك مزيان راه كتولي مرخوفه وما كتبقاش محببه. ولكن ما تكثروش الماء، ولكن ما تكثروش الماء باش ما تجيكمش العجينه جاريه ومن بعد ما تكوروها تجيكم سايحه. كما شفتوا هنايا العجينه عندي تدلكات، غادي نزيد ديك معلقه ديال الزبده. انا هنايا سخنتها شويه اللي كانت عندي في المجمد، كانت مجمده دفيتها شويه باش ترخف. غادي ندخل ديك معلقه ديال الزبده في العجينه مزيان بهذه الطريقه اللي كتشوفوا معايا. يمكن لكم ديروا ثلاثه المعالق ديال الزيت، البلديه اللي ما بغيتوش تستعملوا الزبده، غير الزبده كتعطي واحد اللون زوين للخبز، وحتى المذاق كيجي زوين خصوصا الا استعملتوا الزبده تكون حيوانيه. صافي هنايا ملي دخلت انايا الزبده في العجينه، كما كتشوفوا العجينه راه رجعات ملسه وتلكات مزيان. صافي هنايا غادي نقطع كويرات، انا هنايا غادي ندير 14 كره، كل كره فيها 50 غرام، انا درتهم صغار بزاف قد ديال المخبزات، وانتم يا راه يبقى لكم الاختيار واش ديروهم كبار او لا صغار. كما كتشوفوا هنايا انا قطعتهم ومازال كنقص فيهم لان جاوا كبار شويه. صافي هنايا ملي كنكورهم كناخذ السميده اللي كتكون السميده ديال الحلويات الرقيقه نفسها باش عجنت، كندوز فيها داك الخبيزات ديالي مزيان بديك الطريقه اللي كتشوفوا معايا. ما درتهمش في الماء، لان الا درتهم في الماء كتبقى ديك القشره غليظه من الفوق، فقط كندوزهم في السميده وهما راه كتلصق فيهم، ما تحتاجوش ديروا الماء. بهذه الطريقه هذه كندوز
الخبيزات ديالي في السميده مزيان من الفوق ومن التحت، وضروري التحت ديروا السميده مزيان باش ما يلصقوش لكم في اللاطه، اولا الا بغيتوا تتفاداو يلصقوا لكم ديروا ورق الطبخ. ولكن فقط انا ما درتش هنايا لا ورق الطبخ لا حتى حاجه، فقط درت لهم السميده مزيان باش ما يلصقوش. صافي غادي نستمر بهذه الطريقه حتى كنكمل الكميه كامله اللي عندي ديال العجينه. صافي هنايا ملي كورتهم كما كتشوفوا عندي 14 كويره صغار، هنايا 50 غرام درت فيهم. كناخذ هنايا واحد اللاطه ديال الفران، غادي نسد فيها الخبيزات ديالي. هاد الخبيزات البنات واخا كيبانوا لكم في الكاميرا كبار، هما قد الخبيزات اللي كيتباعوا في المخبزات ديال السميده، راه كيتباعوا بجوج دراهم، درتهم انا صغار. صافي هنايا خديت لاطا غادي نسد فيها هذوك الخبيزات، وغادي نقرصهم شويه باش ما يجيونيش غلط. كنقرصهم شويه، وهنايا غادي نرجع نحيد واحد ثلاثه لانه جاو مضيقين في اللاطا، جاوني مزيرين وغيلصقوا ليا مع بعضهم. غادي نحيد واحد ثلاثه باش يوسعوا، خليت هنايا غير سته. صافي قرصتهم. صافي هنا كتاخذوا الكيتو ولا هكا الزيزوار، كنحاول ندير الشريطه فوق العجينه اولا العمليه بحال زائد. نتوما كتقطعوا العجينه كيف ما بغيتوا، فقط كديكور ماشي شي حاجه. صافي وكنخلي هنا العجينه حتى كتختمر، كنخليها تختمر حتى يضاعف الحجم ديالها، حتى يبانوا لكم دوك الشريطه اللي درنا ولا دوك التقطيعات اللي درنا تحلو، يعني خمرات العجينه حتى كيتحلو دوك الاشرطه اللي درنا من الوسط. كما شفتوا بعض منهم انا درتهم على شكل زائد، وبعد منهم درت فيهم ثلاثه ديال الخطوطه من الفوق. صافي وهنايا كما كتشوفوا معايا هنايا اختمروا ضعف الحجم ديالهم. هنايا سخنت الفران مزيان، ضروري يكون الفران سخون. كندخلهم غير الفوق حتى كيتنفخوا يطيبوا نص طياب. ملي كيطيبوا نص طياب كنخرجهم. هنايا كما شفتوا معايا هنايا راه تنفخوا وطابوا نص طياب. غادي ندهنهم هنايا بالزيت المائده باش ياخذوا ليا داك اللون المحمر اللي شفتوا معايا. كديروا هذه العمليه هذه، كندهنوهم بالزيت ولكن حتى كيتنفخوا حتى كيطيبوا نص طياب وكيشدوا راسهم باش ما ترجعش فيهم العجينه. عاد كتخرجوهم كدهنوهم هكا بالزيت من الفوق من الجناب باش يجيو محمرين كاملين. وكما شفتوا معايا اللون ديالهم الذهبي جاو رائعين جدا. كما شفتوا هنايا راني دهنتهم، دابا غادي نرجعهم العافيه من الفوق حتى يتحمروا، كنقلبهم شويه لتحت حتى ياخذوا اللون. صافي وكنخرجهم. وهادو الخبيزات ديالي من بعد ما خرجتهم كيجيو طايبين محمرين وما تصوروش الخفه ديالهم، جا رطب وجا احسن صراحه من ديال برا، لان شي حاجه مصيبه في الدار احسن من ديال برا من طبيعه الحال. كما كتشوفوا هنايا محمرين من التحت ومن الفوق، غادي نقطع لكم وحده باش تشوفوها. ونتمنى يعجبكم الفيديو، ولا يعجبكم الفيديو لايك واشتراك القناه، وما تنساونيش من التشجيع. يلا غادي نخليكم مع الصور ديال الخبز، خليتكم على خير، الوصول القادمه باذن الله. بالسلامه عليكم.